بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 84. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد عن عهده إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان الحدود التي قدرها الله سبحانه على الجرائم لحفظ النفوس والأعراض والعقول والأموال، انتقل إلى التعزير وهو التأديب. التعزير هو التأديب، ويطلق التعزير ويراد به التوقير، فهو من يسمونه من الأضداد. إذا كان اللفظ يستعمل لمعنيين متضادين يسمى من الأضداد. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه يعني توقروه، فيطلق التعزير ويراد به التوقير والاحترام، ويطلق ويراد به التأديب. ولعل وجه إطلاقه على التأديب أن الإنسان إذا أدب فإنه حينئذ يترقى إلى الأخلاق الكريمة ويترك ما يذم عليه، فيصير من الذين يستحقون التوقير. التعزير ثابت في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص، في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص من المحرمات، فيؤدب من فعلها لأن يغرب ولا يزاد على 10 جلدات، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. والتعزير من صلاحيات الحاكم، يقدره، قد يكون التعزير بالضرب، وقد يكون بالتوبيخ، وقد يكون بالطرد من المجلس، وقد يكون بالهجر. والتعزير أيضا قد يكون للزوج على زوجته إذا عصته: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فللزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت عنه بعد المرحلتين الأوليين: الوعظ والهجر ثم الضرب، لكن ضرب غير مبرح. كذلك المدرس له أن يضرب تلميذه إذا رأى عليه ما لا يليق ليؤدبه. من صلاحيات المدرس أنه يضرب، والمعلم أنه يضرب الطالب في حدود ما يسمح به شرعا. وكذلك الوالد له أن يضرب ولده: اضربوهم عليها 10. فيكون التأديب والتعزير من صلاحيات الحاكم، ومن صلاحيات الزوج على زوجته، ومن صلاحيات المعلم، ومن صلاحيات الأب على أولاده. وبهذا يعلم بطلان هذه الفكرة التي تروج الآن من أن المدرس لا يضرب ولا يحمل العصا ولا. هذا من آداب الغرب، أخلاق الغربيين الذين ليس عندهم غيره ولا عندهم
التأديب والاحترام ولا يأنفون من الأخلاق السيئة. نقلها بعض المغرورين والمخدوعين صاروا يقولون لا يضرب في المدارس ولا يرفع العصا ولا، فتمرد الطلاب الآن تمرد الطلاب حتى أنهم يعتدون على مدرسيهم حتى وصل الأمر إلى القتل وإلى الضرب والشجاج، كل هذا بسبب كف يد المدرسين عن التأديب. فالحاصل أن دين الإسلام جاء بالتأديب لما فيه من المصالح ودفع المضار، وأذن في التأديب في أحوال معروفة مما يدل على أنه مطلوب في الإسلام تأديب على المخالفات. نعم. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يسد على عشر جلدات، في هذا الحد على عشر جلدات، إلا إذا رأى الحاكم الزيادة، إذا رأى القاضي الزيادة من أجل الردع إنه يزاد حسب المصلحة. نعم. وذلك أن الجنايات التي لا حد فيها كوقت الشريك جريده المشترك. نعم. وذلك أن الجنايات التي لا حد فيها كوقت الشريك جريده المشترك، إذا كانت أما مملوكة لعدة أشخاص لا يجوز لواحد منهم أن يتسرى بها، فلو فعل وتسرى بها هذا ليس عليه حد الزنا لأنه له شبهة الملك، لكن يعزر، يعزر على هذا الفعل لأنه فعل محرما. نعم. أو أمته مزوجة، أو كانت أمته التي يملكها ملكا خالصا مزوجة، زوجها، إذا زوجها لا يجوز له أن يستمتع بها، فلو فعل فإنه يعزر ولا يقام عليه حد لشبهة الملك. نعم. كذلك من الجرائم التي يعزر عليها إتيان الزوج زوجته في دبورها والعياذ بالله، هذا اللوطية، فيعزر الزوج يعني يؤدب، وإذا تكرر منه ذلك ولم يرتدع تفصل منه الزوجة، تفصل منه وتبعد عنه. أما لو أتى امرأة أجنبية في دبرها فهذا سبق أنه زنا وقام عليه الحد. نعم. امرأته خاص، أما لو أتى امرأة غير زوجته في دبرها هذا يعتبر زنا يقام عليه حد الزاني بالرجم إن كان محصنا أو الجلد 100 إن كان فكرا. نعم. أو أجنبية دون الفرج، أو استمتع بامرأة أجنبية دون الفرج باشرها، جامعها بدون علاج، فهذا لا يقام عليه حد الزنا لكن يعزر، لأن هذه معصية محرمة. نعم. أو أخذ مالا لا يبلغ النصاب الذي يقطع به، أخذ مالا لا يصل إلى حد النصاب الذي يقطع به وهو 3 دراهم إسلامية، فإذا كان دون ذلك إنه لا يقطع لكن يعزر. نعم. أو من غير حرز، أو أخذ مالا من غير حرز، أخذ مال غيره وهو غير محرز، وجد مال مكوم بالطريق ولا خارج البيت وأخذ منه، هذا يؤدب يعزر، لكن لو أخذه من حرز قطعت يده. نعم. أو شتم إنسان بما ليس بقذف ونحوه، أو شتم إنسانا بما ليس بقذف، كان قال يا عدو الله، يا يهودي، يا خبيث، يا فاسق، فهذا يعزر. أما لو قذفه بالزنا أو باللواط فهذا كما سبق يقام عليه حد القذف.
يجلد 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بما قال. نعم. فإن ذلك تعسير. نعم. واختلف عن محمد في مقداره، فروي عنه أنه لا يزاد على 10 جلدات، نص عليه في مواضع. هذا هو المشهور وهو الذي يدل عليه الدليل، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. حد التعزير الأعلى 10 ضربات بالصوت، فإن لم يرتدع فللحاكم أن يزيد بقدر ما يردعه. نعم. إذا رواه قردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. نعم. وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يجوز لكل كناية حدا مشروعا في جنس تلك الكناية، وتحمله كلام الفرقي. القول الثاني أنه ليس للتعزير حد، ليس له يعني مقدار، وإنما هذا على حسب اجتهاد الحاكم، إن شاء جعله 10 أصوات وإن شاء زاد على ذلك، إن شاء نقص، من صلاحيات الحاكم بحسب ما يراه رادعا لهذا المعتدي. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات أن هذا في الأمور غير المعاصي، أمور المخالفات التي لا تصل إلى حد المعصية، أما التي بلغت المعصية فهذه يزاد فيها على 10 أصوات حسب ما يراه الحاكم رادعا. نعم. وروي عن الإمام أحمد لا يدل على أنه لا يجوز بكل جناية حدا مشروعا في جنس تلك الجناية. فمثلا الاستمتاع بالمرأة الأجنبية بغير الجماع هذا لا يبلغ به 100 جلدة، 99 جلدة ما يبلغ به الحد، ما يبلغ به الحد. كذلك لو رمى شخصا بغير الزنا من الألفاظ القبيحة فهذا يجلد 79 جلدة، ما يبلغ 80 حد القذف، يعني ينقص. نعم. تحمله كلام الفرقي لأنه قال لا يلزم بالتعزير الحد. نعم. في كل جريمة مقدر فيها حد تعزير فيها لا يبلغ الحد. نعم. فعلى هذا ما كان شبه الوقت كوقت الجارية المشتركة وجارية ابنه أو أشبه هذا يجلد 100 إلا سوطا لينقص عن حد الزنا. نعم. وما كان شبه غير الوقت لم يبلغ به أدنى الحدود. نعم. ووجه هذا حديث نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه الذي وقع جارية امرأته بإذنها أنه يجلد منها، وهذا التعزير لأنه في حق المحصن وحده الرجل. نعم. وعن سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا واحدة، رواه الأكرم واحتج به أحمد. قال القاضي هذا عندي من نص أحمد لا يقتضي اختلافا في التعزير، بل المذهب أنه لا يزال على 10 جلدات تباعا للأثر إلا في وقت جارية امرأته لحديث النعمان. نعم. وفي الجارية المشتركة لحديث عمر، وما عدا هذا يرفع العموم لحديث أبي بردة الصحيح. قال شيخنا وهذا قول حسن. ورد عن عمر أنه جلد في من أكل أو شرب في رمضان وزاد على 10 جلدات، وجلد الذي زور الخاتم أيضا وزاد على 10، فدل على أنه 10 ليست حدا محدودا،
وإنما هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام بما يراه رادعا. لكن في كل الأحوال لا يبلغ به حدا مقدرا في الشرع. نعم. مسألة إلا أن يطرأ ثانية امرأته بإذنها فإنه يوجد منها بإذنها بإذنها إلا أن يطرأ ثانية امرأته بإذنها فإنه يوجد منها بحديث النعمان وقد سبق. نعم. باب حد السرقة. نعم. السرقة في اللغة هي أخذ الشيء بخفية، أخذ الشيء أو عمل الشيء بخفية، ومنه مسارقة النظر كأن ينظر إلى محرم بخفية من الناس، هذه مسارقة النظر، هذا في اللغة السرقة في اللغة. أما السرقة في الشرع فهي أخذ مال من حرزه، أخذ مال من حرزه لا شبهة له فيه. والأصل في حد السرقة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد عدد من السراق، قطع صلى الله عليه وسلم أيديهم. وأجمع المسلمون على وجوب حد السرقة، والحكمة في ذلك حفظ أموال الناس، وأن هذه اليد التي اعتدت على أموال الناس وهم قد حصنوها وأحرزوها، فتجرأ هذا المجرم وهتك الحرز وأخذ المال، حق هذه اليد الخائنة أن تقطع جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وبذلك تحفظ الأموال ويأمن الناس على أموالهم، كما ترون والحمد لله يعني في هذه البلاد لما كانت يقام حد السرقة أمن الناس على أموالهم، بل إنهم يتركون أموالهم ولا يجعلون عليها إلا غطاء يسيرا، ويذهبون إلى بيوتهم وإلى الصلاة ويرجعون وهي محفوظة بسبب حد السرقة، بسبب حد السرقة. هذا الحد إذا قطعت يد واحد ارتدع أهل البلد كلهم، ارتدعت الحاضرة والبادية بسبب قطع يد واحدة. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. بينما الدول التي لا تقام فيها لا يقام فيها حد السرقة تنهب أموالهم وتنتهك حرماتهم، ويتكرر السطو ليلا ونهارا، وعندهم من الأنظمة والأسلحة وعندهم من المخابرات وعندهم ولا ينفعهم هذا كله، ما نفعهم. بينما لو طبق حد السرقة وقطعت يد واحد اثنين لاختفت هذه الجريمة تماما. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. يقولون هذه وحشية، يا سبحان الله، واللي يسرق أموال الناس هذه ما هي وحشية؟ يعني ترحمون المجرم ولا ترحمون المعتدى عليها الذي أخذ ماله وسطي على بيته وقلعت أبوابه وأخذت أمواله، ما ترحمون المعتدى عليه؟ ترحمون الوحشي الخبيث المجرم؟ تقولون لا تقطع يده، هذه رحمة وشفقة منكم؟ أنتم إذن تحمون المجرمين، تحمون الإجرام والجريمة، هذه هي الوحشية الصحيح.
هذه هي الوحشية. ولهذا لما اعترض المعري في شعره على هذا الحد فقال: يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه بعض العلماء بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يوم كانت أمينة كانت ثمينة، تودى بنصف الدين، ولما خانت هانت فصارت تقطع في ربع دينار. هذا جزاء الخيانة. ولهذا يقول جل وعلا: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاليد إذا كانت أمينة فهي محترمة، ولو اعتدى عليها أحد ففيها نصف الدية أو القصاص. أما إذا اعتدت هي اليد نفسها اعتدت على الناس فإنها لا حرمة لها، تقطع من أجل حفظ حرمات المسلمين وأموالهم. فالحدود فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، وفيها منع للجريمة، وفيها أمان للناس وراحة وطمأنينة وعيش هني. إنسان أتعب نفسه يجمع المال ويكتسب ويتعرض للأخطار، ولما أجمعه وأحرزه حطه في صندوقه يجي واحد مجرم بلحظة ويأخذه بس ويمشي، ويقال هذه وحشية، لو قطعت يده وحشية. طيب عمله إذا ما هو وحشي، تجاوز الأبواب والأغلاق ويدخل بيوت الناس ويأخذ أموالهم، تقولون هذا ما هو وحشي؟ نعم. ومن سرق ربع دينار من العين، ربع دينار، الدينار المراد به النقد من الذهب المضروب من الذهب، النقد المضروب من الذهب، ومقداره مثقال، مثقال من الذهب. فإذا أخذ ما يعادل ربع الدينار قطعت يده، ثلاثة دراهم. لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعادل 12 درهم، يعادل 12 درهم. نعم. ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق، من العين يعني من الذهب، من أخذ ربع دينار من العين يعني من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، بالدرهم الإسلامي، درهم الإسلام اللي مقداره ثلاثة أرباع الريال السعودي. فإذا أخذ ما يعادل هذا المقدار يتقطع يده. نعم. أو ما يساوي أحدهما من سائر المال. هذا في النقود، النقود ربع دينار أو ثلاثة دراهم. في غيرهما من عروض التجارة ما يعادل هذا المقدار. لو أخذ خرقة أو أخذ كتاب أو أخذ أي سلعة من السلع، نقول كم تسوى؟ إذا قالوا تسوى ثلاثة دراهم أو ربع دينار وجب القطع، وإن قالوا لا ما تسوى هالحد نقول يعزر تعزير. نعم. أخرجه من الحرز، الحرز هو الشيء الذي يحفظ المال، الشيء الذي يحفظ المال، مثل الصناديق، مثل الدكاكين، تجوريات، الغرف المغلقة، هذه الحروز. حرز كل شيء بحسبه ما يحفظه عادة، حرز كل شيء ما يحفظ به عادة عند الناس، هذا هو الحرز. أما لو وجد المال ما هو بحرز، وجده بارز ما هو بحرز، يصير هو المفرط، يصير صاحب المال هو المفرط، فلا يقطع لو أخذ أحد منه شيء، لكن يعزر تعزير كما سمع. نعم.
واخرج من الفزع قطعت يده اليمنى بمفصل الكف وحسنت. هذه الشروط، هذه الشروط، ان ياخذ مقدار، ان ياخذ مقدار النصاب في السرقه هو ربع دينار او ثلاثه دراهم، ان يكون اخذه من حرز، ان لا يكون له شبهه فيه، كما لو اخذ الولد من مال ابيه او الاب من مال ابنه هذا له شبهه، له شبهه، أو الشريك أخذ من مال الشركة هذا له شبهة، فلا بد أن تنتفي الشبهة، أن يبلغ ما أخذه نصابا، أن يكون أخذه من حرز، أن لا يكون له فيه شبهة، فإذا توافرت هذه الشروط قطعت يده، يده اليمنى، يده اليمنى من مفصل الكف وهو ما يجمع بين الكف والذراع. الآية يقول الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، ولم يبين ما هي اليد التي تقطع، ولم يبين المكان الذي يقطع منه، هذا بينته السنة، بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما وبعد قطعها، بعد قطعها تحسم، تحسم العروق لئلا تنزف، أن يعمل لها شيء يمنع النزيف. في الزمان الماضي الزيت المغلي، يغمسونها في الزيت المغلي فتنحسم العروق ولا يخرج منها دم. أما في الوقت الحاضر ففيه الوسائل الطبية، فيه الوسائل الطبية، يحضرون ناسا من الأطباء، فإذا قطعوا اليد تولى الأطباء حسمها. نعم. ولا يجب القطع إلا بشروط أربعة. نعم. أحدها السرقة. أحدها السرقة، وهي أن يأخذ المال خفية، أن يأخذ المال خفية، هذا معنى السرقة. فإن أخذ المال مجاهرة، أخذ المال مجاهرة، نهبه من صاحبه، فهذه ليست سرقة، هذه مجاهرة، هذه لها حكم آخر، بأن يؤخذ، يسترجع منه المال ويؤدب ولا يقطع، لأن هذه ما هي بسرقة. إذا أخذ المال مجاهرة والناس يشوفونه، أو أخذه من يد صاحبه، اختطفه منه، هذا لا يسمى سرقة، لأنه لم يأخذه خفية، وإنما أخذه مجاهرة، أو أخذه بتهديد السلاح، وهذا يأتي إن إذا أخذه بتهديد السلاح أنه يكون من قطع الطريق، يكون قاطع طريق، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا إذا أخذ المال تحت وطأة السلاح مجاهرة، هؤلاء قطاع الطرق، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. يسمى السرقة الكبرى، قطع الطريق يسمى السرقة الكبرى. نعم. ومعناها المال على وجه الخفية والاستتار. وجه الخفية والاستتار، ولذلك سميت سرقة، يعني أخذها مسارقة والناس ما انتبهوا له، ومنه قوله إلا من استرق السمع، الشياطين يسترقون السمع، يعني يستمعون إلى كلام الملائكة خفية من أجل أن ينزلوا بذلك على الكهان في الأرض، فأخذ الشيء خفية يسمى سرقة. نعم. ومنه استراق السمع، استراق السمع يعني الوحي، السمع يعني الوحي. نعم. فإن اختطفها واختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه. نعم. فإن اختطفها واختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه. إن اختطف يعني أخذه مجاهرة، اختطفه من صاحبه، سمى النهب، هذا لا قطع عليه، لكن يؤدب
بما يردعه، اختطفه أو اختلسه اختلاس، اختلسه اختلاس، وجد مال فأخذ منه شيء والناس ما يدرون، خفية، مال ما هو بحرز، فأخذ منه بدون يعلم عن واحد، هذه خلسة أيضا، هذا لا يعتبر سرقة، يعتبر خيانة. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على القائم ولا على المختلس قط، لأنه ليس سرقة. نعم. والله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة والخائن والمختلس ليس، والمنتهب ليس سارقا، وإنما هو مختطف ظالم يردع بما يراه ولي الأمر، ترجع الأموال إلى أصحابها أو يغرمون إياها إذا أتلفوها. نعم. وفي حديث عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قط، رواهما مسلم. وقال: لم يسمعهما ابن جرير من أبي الزبير، لأنه لا يدخل في السرقة. نعم. الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابا، نصابا. نعم. وهو ربع الدينار أو ثلاثة، ما يعادل ربع الدينار أو يعادل ثلاثة الدراهم الإسلامية من النقود أو من السلع أو غير ذلك. نعم. وقيل: يقطع في القليل والكثير لظاهر الآية. ولما لكن الأحاديث تبين الآية، قال صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة. السنة بينت أنه ما يقطع إلا فيما يبلغ النصاب، ولا الآية مطلقة. نعم. يقطع بالقليل والكثير لظاهر الآية. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبة فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. متفق عليه. أخذوا من هذا أن الحبل والبيضة ما يبلغ ثلاثة دراهم، مع هذا قال الرسول: تقطع يده. لكن أجابوا عن هذا بأن المراد بالحبل الحبل الذي له قيمة، حبل السفينة مثلا له قيمة، والبيضة ما هي بيضة الدجاجة، البيضة بيضة السلاح التي يلبسها المقاتل، يسمى بيضة. نعم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع بما في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. والسنة تبين القرآن وتفسره وتقيد مطلقة. نعم. ويحتمل أن الحبل يساوي ذلك، وكذلك بيضة السلاح. نعم. الحبل ما هو كل حبل، وإنما المراد حبل خاص يساوي ثلاثة دراهم، والبيضة مراد بها بيضة السلاح التي يلبسها المقاتل. نعم. أو أن هذا يكون بعضهم يقول أن يراد بالحبل مطلق الحبل والبيضة مطلق البيضة، لكن المراد أنه يتعود يسرق الشيء القليل ثم يتجرأ ويسرق الكثير فتقطع يده، أنه يسرق أولا الشيء اليسير وهذا ما فيه قطع، لكن يتعود السرقة فيسرق شيئا كثيرا فتقطع يده بسبب أنه تدرب على السرقة. نعم. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه. المجن هو الذي يستعمل في القتال، يجتن به المقاتل، يجعلها بينه وبين السلاح، يجعلها أمام وجهه، ترس يسمى بالترس أو المجن، وهو حديدة مبسوطة يجعلها المقاتل أمامه تقيه من السهام، فإذا سرقها قطعت يده، وهي تساوي ثلاثة دراهم، مجن يساوي ثلاثة دراهم. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
قالت عبد المر: هذا أصح حديث يروى في هذا الباب، لا يختلف أهل العلم في ذلك. من عبد البر الإمام الجليل يقول هذا أصح حديث، وهو أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فهو يبين نصاب السرقة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أن العروض تقوم بالدراهم، لأنه قال ثمنه 3 دراهم، فدل على أن العروض إذا سرقت تقوم بالدراهم، فإن بلغت قيمتها النصاب قطع، وإن لم تبلغ فإنه لا يقطع. نعم. لأن الثمن المجني قوم بها. نعم. ولأن ما كان الذهب فيه أصلا كان الورق فيه أصلا. نعم. فنقصد الزكاة والديات وقيم المستفاة. أثمان الأشياء تعرف بالنقود، هذا من قديم الزمان أن أثمان الأشياء تقدر بالنقود من الذهب أو الفضة، ولا تعرف قيمتها إلا بذلك. نعم. الشرط الثالث كون المسروق مالا. الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا، فإن كان المسروق غير مال لم يقطع به، كما لو أخذ كلب صيد مثلا، هذا ما هو مال، كلب صيد هذا ليس مالا، هذا يسمى مختص اختصاص، هذا لا يقطع به لأنه لم يأخذ مالا. نعم. فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا طبع فيه صغيرا كان أو كبيرا. كالحر لو أخذ طفل هذا لا يقطع، لأن الطفل هذا حر ليس مالا. أما لو أخذ مملوكا، هذا مال يقطع به. نعم. وقيل يقطع بسرقة الصغير لعموم الآية. سرقة الصغير الذي هو مال مثل المملوك، أما الحر هذا ليس مملوكا ولا مال. نعم. ولأنه غير مميز أشبه العبد لأنه ما يعرف منه أبوه ولا يعرف أهله، فلو سرقه واحد يقطع على هذا الكلام، على هذا القول، لكن الصحيح أنه ما يقطع لأنه حر، لأن هذا حر ليس مالا. نعم. وذكره ابن الخطاب رواية عن الإمام أحمد. الله المستعان. نعم. ولنا أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم. نعم. الشرط الرابع أن يخرجه من الحرز. يعني من المكان الذي هو محفوظ فيه، فإن لم يخرجه كان أكله داخل الحرز، أكله وجد طعام وأكله ما أخرج، أو أفسده داخل الحرز ولم يخرجه، فهذا لا يقطع لكن يعزر ويغرم المال الذي أتلفه. نعم. أكثر أهل العلم على السراق. نعم. ولا نعلم عن أحد خلافهم إلا الحسن والنخعي. نعم. وروي عن عائشة في من جمع اشتراط الحرز، يعني أكثر أهل العلم على اشتراط الحرز. نعم. وروي عن عائشة في من جمع المتاع في البيت عليه الفرض. على هذا ما يشترط إخراجه من الحرز، جمع المتاع بيطلع به ولكن ما عنده. عن عائشة أنه يقطع، لكن هذا خلاف المشهور. نعم. وعن الحسن مثل قول سائر أهل العلم أنه لا بد من الحرز. نعم. قال ابن المنذر: وليس فيه خبر ثابت فهو كالإجماع منهم. كالإجماع منهم على اشتراط الحرز. نعم. وحكى عن الأرض أنه حكي عن الأرض أنه لا يعتبر الحرز، لأن الآية لا تفصيل فيها. داود الظاهري أخذ بعموم الآية أنه ما اشترط الحرز، لكن ما ينضبط هذا، يعني كل من أخذ شيء يقطع على طول ما ينضبط، لازم من ضوابط. نعم. ولنا إجماع أهل العلم السابق على قوله
على اشتراط الحرز. نعم. وما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجلا من حذيفه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال عن الثمار. نعم. فقال من اخذ بفيه ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء، ومن احتمى فعليه ثمنه مرتين، وضرب وضرب ونكال. ضرب نكال وضرب نكال. نعم. وضرب نكال الثمر المعلق الذي هو على رؤوس الشجر، لو جاء واحد وأكل منه بفيه فقط فهذا لا شيء عليه، ما دون له أنه يأكل، إلا إن كان هذا الأشجار وهذا البستان محاط بسور أو عنده حارس ليس له أن يأكل إلا بإذن. أما لو وجد نخل ما عليه حارس ولا عليه سور وفيه تمر وهو جوعان وأكل مأذون له في ذلك لا بأس. أما إن أخذ خبنة، يعني أخذ معه شيء في خبنته أو في وعائه، فهذا يغرم المال بثمنه مرتين ويجلد جلدات نكالا، إنه ليس له أن يحمل معه شيء. نعم. وما أخذ من أدرانه ففيه فرق. أما لو أن التمر هذا أو الثمر حول من فروع النخل والشجر وجمع في مكان، فجمعه في المكان هذا حرز، لو جاء واحد وأخذ منه تقطع يده لأنه أخذ من مال المحرز مجموع. نعم. ففيه القرع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنه جلد. اي نعم، لو جاء واخذ من الجرين او من البيدر الذي يجمع فيه التمر قدر ما يقطع به السارق تقطع يده لانه اخذ من حرز، بخلاف الذي ياخذ من رؤوس الشجر هذا ما بعد حرز. نعم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه وغيرهم. نعم. وقال القران يخص الايه كما خصصناها في اعتبار الاصرار. نعم، الآية ليست على عمومها، تفسرها السنة، فهذا في رد على داود. نعم. وإذا ثبت هذا في الحرز وما عد حرزا في العرف فإنه لما لم يثبت اعتباره في الشرع الحرز، إذا كان الحرز شرطا في وجوب القطع فما هو الحرز؟ الحرز لم يحدده الشارع فيرجع فيه إلى العرف، ما عده الناس حرزا فإنه يقطع من أخذ منه، وهو يختلف باختلاف الأموال، الأموال ما هي بواحد، الذهب والفضة ما هي مثل الحطب ومثل كل شيء حرزه بحسبه، حرزه بحسبه، فالذهب والفضة لازم من الأغلاق والصناديق الوثيقة ولابد من لابد من التحفظ عليها، وغير الذهب والفضة أخف منها، كل شيء حرزه بحسبه مما يعده الناس حرزا لمثل هذا الشيء. فالإبل إذا كانت باركة وعندها الراعي أو ترعى والراعي عندها وجاء واحد وأخذ منها تقطع يده لأن الراعي حرز، الراعي حرز لها، أو كانت معقلة وجاء واحد وأطلق عقال البعير وأخذه تقطع يده لأنه أخذ مالا محرزا العقال. فالحرز يختلف باختلاف الأموال ويرجع فيه إلى العرف لأن ما لم يحدده الشارع يرجع فيه إلى العرف. نعم. وإذا ثبت هذا الحرز وما عد حرزا في العرف هو فالحرز، وإذا ثبت هذا فالحرز. نعم. وإذا ثبت هذا فالحرز أي ما عد حرزا في العرف. أي نعم. ما عد حرزا في عرف الناس وهو يختلف باختلاف الأموال. نعم. فإنه لما لم يذكر اعتباره بالشرع من غير تنصيص على بيان علم أنه رد ذلك إلى العرف. نعم. لأنه لا طريق إلى معرفته. وأيضا البلاد تختلف
إذا كان السلطان قوي، إذا كان السلطان قوي ومنفذا للحدود يكفي أدنى حرز، حتى الخرقة اللي تحط على البضائع تعتبر حرز في هذا البلد. أما إذا كان ولي الأمر متساهلا أو ما ينفذ وما عنده حزم في تنفيذ الحدود، فلا بد أن الناس يتوثقون، لازم يحفظون أموالهم، ما يكفي أنهم يضعون عليها أشياء يسيرة فقط، خيط ولا خرقة ولا شاشة، لا ما يكفي هذا. ما دام البلد ما فيه ضبط أمن ولا فيه إقامة حدود على الوجه المطلوب، فيجب على أصحاب الأموال أنهم يتحفظون ولا يتساهلون. أما إذا كان البلد فيه ولي قوي في تنفيذ حدود على الوجه المشروع، فهنا كل شيء يعتاده الناس يعتبر حرزا. نعم. إذا ثبت هذا فإن حرز الذهب والفضة والجواهر في الصناديق تحت الأغلاق والأقفال وثيقة. لا شك، لأن هذه تحتاج إلى زيادة تحفظ. نعم. وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصد والنحاس والرصاص في الدكاكين والبيوت المقفلة في الحمران. نعم. البضائع والأواني والثياب حرزها في الدكاكين أو في الغرف المغلقة. إذا جاء واحد وكسر الباب وأخذ الثياب أو أخذ الأواني أو أخذ السلع، فهذا يعتبر سرقة من حرز، تقطع يده. نعم. لكن حرزها أخف من حرز الذهب والفضة. نعم. فإن كان لابسا ثوب أو متوسدا له نائبا عليه. نعم. فإن كان لابسا ثوبا فإن كان لابسا كذلك من الإحراز أن يلبس الإنسان الثوب أو يتوسد ثوبه أو بشته أو رداءه، فإذا جاء واحد وأخذه من تحت رأسه قطعت يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد الرجل الذي أخذ درع صفوان ابن أمية وهو نائم في المسجد ومتوسد لدرعه، فجاء هذا وأخذه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، لأن نوم الإنسان على متاعه أو لبسه للثوب هذا حرز. نعم. فإن كان لابساً ثوباً أو متوسداً له نائماً عليه أو مستيقظاً في أي موضع فهو محرز، أو كان جالساً ببسطته، حط بسطه وجالس بوسطها فهو حرز. لو جاء واحد وأخذ منها تقطع، لأنه لأن صاحبها، وجود صاحبها عندها أو وجود الحارس عليها هذا حرز. نعم. بجانب تركيز في كتاب صفوان إذ سرق إبداله وهو متوسده في المسجد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقه. نعم. فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز. نعم. لو كان النائم حط هذا حد رأسه أو متفرشه ونائم عليه، لكن تدحرج وهو نائم وصار الثوب ما هو بتحته ولا تحت رأسه، جاء واحد وأخذه لا تقطع يده لأنه غير محرز، لأنه خرج عن الحرز. نعم. وحرز البقر وقدور ذات الله والشرائط من القشب والبصق إذا كان في السوق حالس. البسطات اللي بالسوق والخضروات والأشياء المعروضة للبيع هذه حرزها أن تكون وراء أشياء ساترة لها، شرايج يعني صرايف من السعف والخوص، أو يكون عليها رواد شراع، ولا بد يكون في السوق حارس، لازم يكون في السوق حارس مع وجود الرواق أو وجود الشريحة أو الصريفة عليها، يعني يكون حرزها بشيئين، أن تكون داخل شيء يسترها وأن يكون في السوق حارس. نعم. وحرز الخشن والحرز والحرارة وتعبئة العروة عن بعض. الخشب والأشياء الثقيلة
حجزها بجمعها في الحظائر يعني الحوشة. أحد جمع حديد بحوشه أو جمع حطب بحوشه وجاء واحد وتسور عليه وشاله تقطع يعني، لأن هذا حرز الليل، لأن جرت عادة الناس لإحراز الحطب والخشب والحديد لمثل هذه الأمور حوشة. نعم. وحرز الخشب والحطب الحظائر يعني الحظائر الحجائر، يعني الحظائر هي الحجائر التي تقام من الخوص أو من الخشب أو من الشجر، حظيرة تدور ويجمع في وسطها الحطب أو الأشياء، هذا حرز، يعني اعتبار الناس هذا حرز. نعم. والتعبية تجعله على بعض، يعني يكون الخشب مجموع ما هو مفرق، مجموع بعضه إلى بعض أو محزوما بحبل. نعم هذا إحراز. نعم. ويقيد فوقه بحيث يقيد، يقيد يعني يجمع ويقيد فوقه يعني يحزم حزام. نعم. ويقيد فوقه بحيث يعثر أخذ شيء منه على مدرة العاب، لأنه إذا صار محزوم يصعب أخذ شيء منه إلا بقطع الحبل، فهذا انتهاك. نعم. وما في الفنادق مغلق عليه فهو محرز وإن لم يقيد. نعم ما كان في داخل حجر، في داخل حجر ويسمونها الفنادق، فهذا حرز. نعم وإن لم يجمع بعضه إلى بعض، لأن الحجرة المغلقة عليه يعتبر حرزا لما في داخلها. نعم. مسألة، فإذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده اليمنى بالمخطب الكبش. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة، السرقة، الحرز، بلوغ النصاب، فإنها تقطع اليد. نعم. فإذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده اليمنى بالمخطب الكبش وهو الرجوع، وحسمت. حسمت يعني بما يمنع النزيف، يمنع النزيف، تسد العروق بشيء يمنع النزيف من المواد الطبية المعروفة. نعم. ولا يترك، ما يجوز تركه ينزف ويموت، ما يجوز هذا، لازم يعالج. نعم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى. إذا قطع، إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، فإن سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى من معقد الشراك، فإن سرق مرة ثالثة قطعت يده اليسرى. نعم. روي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهم الصحابة. نعم. ولأن اللفظ فيها أقوى، كان البداية فيها أرجع اليد اليمنى. نعم. ويستحق أن تقسم اليد والرجل بعد القبض. نعم. ومعناه أن يبدى لها الزيت، فإذا قطعت غمست فيه لتنسد أبواب العروق في أمنى من المقدمة. نعم يعني تحسن بأي وسيلة مناسبة في كل وقت بحسب، في وقتنا وجد المواد الطبية والجراحين. نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة فقال اقطعوه واحكموه، وهو حديث في إسناده مقال قال ابن المنذر. نعم لكن الحسم فيه إحسان إلى هذا المقطوع ومنع ولأجل إبقاء حياته، لأنه لو ترك ينزف لمات، والمقصود من الشرع إقامة الحد لا قتله، المقصود إقامة الحد لا قتله. نعم. مسألة، فإن عادت هذه القطعة من اليسرى بمفصل الكعب اللي هو معقد الشراك، ما هو بالكعب اللي هو في أسفل الساق، لا معقد الشراك. نعم لأن
لأن الرجل تتكون من شيئين، القدم والعقب، يجمع بينهما مفصل يسمى عرش الرجل، يسمى عرش الرجل تحت معقد الشراك من النعل، تقطع من هذا المكان ويترك له العقب يمشي عليه. نعم. وبذلك قالت الجماعة إلا عطاء، وحكي عنه أنه تقطع يده اليسرى لقوله سبحانه فاقطعوا أيديهما، وحكي ذلك عن ربيعة وداود. أيديهما هذا بالنسبة للسارق والسارقة، سارق والسارقة اثنين. نعم. ومذهب جماعة الفقهاء الأنصار من الصحابة والتابعين على ما قلناه إنها تقطع اليد اليمنى، فإن لم ينتفع يرتدع وسرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثة ورابعة هل تقطع بقية أعضائه؟ في خلاف، بعض العلماء يقول لا، لأنه لو قطعت كل أعضائه الأربعة ما قوى يمشي ولا قوى يأكل ولا يشرب، فيحبس، على حكمه أنه يحبس إلى أن يموت ولا تقطع بقية أعضائه. وبعضهم يقول لا تقطع. نعم. وقد روي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق ان سرق فاقطع يده، ثم ان سرق فاقطع رجله. نعم. ولانه في المحاربه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كذا ها هنا. اقطع. نعم. انما جزاء الذين حاربون الله ورسوله أو في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، من أجل يمشي على الرجل الباقية ويأكل باليد الباقية. نعم. ولا يعطل. نعم. وإنما قطعت رجله اليسرى لأنه أرفق به. نعم. ولأنه يمكنه المشي على الخشبة. نعم. ولو قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى لم يمكنه ذلك. نعم. ما يقطع متوالي، ولذلك قال من خلاف، من خلاف. نعم. يعني ما هو متوالي، لأنه لو توالى القطع على اليد والرجل تعطل الإنسان، ألا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. نعم. إن عاد للسرقة في المرة الثالثة والرابعة فإنه لا قطع، لكن يحبس، يحبس حتى يتوب إلى الله عز وجل أو يموت في الحبس، إن شاء الله العافية. لأن الإنسان قد يبتلى، السرقة هذه بلوى، الإنسان إذا تعود السرقة ما بعضهم ما يصبر عنها، يصير خلق له، فهذا إذا ما ردعته الحدود فإنه يحبس. نعم. وهو اختيار ابي بكر وروي عن علي والحسن والشعبي، وعن احمد انه تقطع يده اليسرى في الثانيه وفي الرابعه في اليمنى. يعني تقطع اعضاءه الاربعه. نعم. وفي الخامسه يعذر ويحبس، وهو قول الشافعي. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. لما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق إن سرق فاقطع يده، ثم إن سرق فاقطع رجله، ثم إن سرق فاقطع يده، ثم إن سرق فاقطع رجله. نعم. ولأن اليسار تقطع أودت فتقطع في السرقة كدونه. نعم. ولأن في قطع اليدين تعطيل منفعة الجنس فلم يشرع في حد كالقتل. نعم. ألا ترى أن عدلنا في الثانية إلى قطع الرجل بهذا المعنى؟ هذا تأييد للرواية الأولى أنه يتوقف بعد السرقة الثانية، يتوقف عن القطع، تبقى له يد يأكل بها ورجل يمشي عليها. نعم. ولكن يحبس إذا عاود السرقة على هذه الحالة، يحبس لأجل يمنع من السرقة. نعم. ولأن قطع اليدين بمنزلة الإحلام، فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ولا أن يستني ولا أن يحترق للنجاسة ولا أن يزيلها العنف ولا يأكل ولا يطش، ولذلك
أوجب الله سبحانه في يديه رياء جميعه. وقال علي رضي الله عنه: إني لأستحي من الله حتى أجعله يدا يبطش بها ولا رجلا يمشي عليها. هذا كله تأييد للقول الأول. نعم. مسألة: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. السرقة تثبت بشهادة عدلين يشهدان أنهما رأوه يسرق، أو بإقرار مرتين، يقر على نفسه بالسرقة مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السارق واعترف قال له: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى. فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أصر على الإقرار أمر بقطع يد. نقف عند هذا. نعم. الشيخ: ما حكم أخذ الثمن بأخذه من الأغصان المتدنية خارج الأسواق؟ لا بأس، إذا صار ما يأخذ شيء معه وإنما يأكل فقط بفيه ما في بأس. أما أنه يأخذ معه مخباته أو يجمعه بإناء ويروح، وما يجوز هذا إلا بإذن صاحبه. نعم. قال الشيخ: هل يشترط السرقة البلوغ أو العقل أو غير ذلك؟ لابد من العقل ولابد من البلوغ. هذا سبق في أول الحدود، من يجب عليه الحد سبق أول في أول الحدود شروط من يجب عليه الحد. نعم. الشيخ: إذا كان السارق جاهلاً بحكم الحد فهل يحكم عليه؟ إذا كان السارق جاهلاً بحكم الحد فهل يحكم عليه؟ إذا كان مثله يجهل هذا، مثل حديث عهد بالإسلام أو إنسان نشأ في بلد بعيد عن الإسلام، هو يعذر بهذا. نعم، يدرى عنه الحد بالجهل. أما إذا كان مثله لا يجهل، إنه لا يقبل منه. نعم. إذا كان السائق صغيراً، فهل يقام عليه الحد؟ سبق هذا، قلنا لابد يكون بالغاً. لا يقام الحد على الصغير. نعم. فقد الشيخ: يحصل عندنا في المدرسة الابتدائية سرقات بين الطلاب من الأدوات والحقائق المدرسية، فهل ذلك حدث وهل لنا تأديبهم بالضرب؟ تأديب لابد منه، المشتبه فيه يأدب يعزر. أما قضية إن هذا حرز أو ما هو حرز، هذا يرجع فيه للمحكمة تحقق فيه. نعم. فضلت الشيخ: ما حكم سرقة السيارات سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، وسواء كانت في الطريق أو في السيارات، إن كانت داخل الحوش أو داخل المعرض هذا حرز، أما إذا كانت في الشارع هي ليست محرزة. نعم. فضلت الشيخ: أما أنه مرأته في حيضها يعزر؟ نعم. أما أنه مرأته في حيضها يعزر؟ نعم، من أتى امرأته في حيضها ما يعزر، لكن يكون فعل محرما يتوب إلى الله، عليه كفارة، عليه كفارة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، هذه كفارة. نعم. فضيلة الشيخ: هل يعتبر وضع قرب عن الدراجة وضع الطريق العام حرز؟ إذا ربطت بعمود أو ب هذا بعض حرز، لكن لازم يكون حولها حارس، لازم يكون حولها حارس، فإذا ربطت عندها حارس في السوق هذا حرز. نعم. أو صاحبها عندها. نعم. فضلت الشيخ: ما رأي من يوافق ذلك بعمل ضرب الطالب من أهله تذكير له بدعوته ومراقبته وإيصال الحق إليه؟ وما يضرب الطالب إلا إذا صار يستحق الضرب، إذا صار الضرب في محله فهو فعل حسن، أما إذا كان الضرب ما هو في محله ولا يستحق الطالب الضرب، أو كان الضرب شديد زايد عن هذا لا يجوز. الأمور لها حدود، هو معناه إذا قلنا أن المدرس له يضرب أنه خلاص يسوي اللي هو يبي، لا، لازم حدود وضوابط.
نعم. فضيلة الشيخ، ما هو مقدار النصاب الذي يجب فيه حد السرقة في ريالاته ثمانين هذا؟ ما يعادل ثلاثة أرباع ريال سعودي فضة، ثلاثة أرباع ريال فضة سعودي. نعم. وكم مقدار نصاب زكاة الريالات؟ هل هو 500 أو 600؟ نصاب الزكاة في الفضة بالريال السعودي 56 ريال، أو ما يعادلها من الورق النقدي. يسأل كم يسوى 56 ريال من الورق، هذا يزيد وينقص في الأسواق. يسأل عن صرف 56 ريال فضة سعودي من الأوراق النقدية، هذا الحد الأدنى. ولا الغالب أن الناس عندهم أموال كثيرة ما يحتاجون إلى، اللي عنده 300 ريال فأكثر، 200 ريال فأكثر، هذا ما يحتاج يسأل، هذا نصاب أكيد أنه نصاب. نعم. لكن اللي ما عنده إلا دراهم يسيرة، هل عليها زكاة أو لا، هذا هو اللي يحتاج أنه يحرر. نعم. أما المبالغ الكثيرة ما يحتاج سؤال، هذه فيها الزكاة على كل حال. نعم. كثيراً بل مضايق من الناس يضعون مراكبهم خارج البيت، فكان إذا سرقت يوجب ذلك قطع يد السارق سارقها؟ لا، ما يوجب قطع اليد إلا إذا كانت داخل البيت أو داخل المعرض أو داخل الحوش المغلق، هذا الحرز لها. أما إن كانت خارج البيت لا بد من حارس، لا بد من وجود حارس. نعم. أليس معاقبة من سرق الحر؟ نعم. أليس معاقبة من سرق الحر يجب أن تكون أبلغ ممن سرق عبد؟ ويجب التعزير والتأديب. إذا كان سرقة لفعل الفاحشة هذا شيء آخر، هذا أشد. أما إذا كان سرقة من أجل يبيعه، لأن في بعض البلاد يسرقون الأطفال ويروحون بهم يبيعونهم، هذا عليه الوعيد الشديد. من باع حرا فأكل ثمنه يكون خصمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، خاصمه يوم القيامة لماذا فعلت هذا الفعل. ومن كان خصمه النبي صلى الله عليه وسلم خصمه، لا يجوز بيع الأحرار. ومن فعل هذا وثبت عليه يعزر تعزيرا رادعا. نعم. وذلك الشيخ، المدارس يطلب المدرسين التوقيع على عدم الضرب تعليم الوزارة في ذلك، فإذا رفع المدرس على عدم الضرب لأنه يلزم بذلك، فهل يجوز له أن يضرب الطلاب بالتأكيد؟ لا، ما دام أنه ممنوع من الضرب يمتثل، ألا يخالف النظام؟ يخالف النظام، لأنه إذا خالف سيكون عليه مسؤولية. نعم. فضيلة الشيخ، هل النشر فيه حرب السرقة؟ إذا كان يأخذه من حرز ينشله من حرز فيه السرقة، فيه الحد. أما إذا كان يأخذه مجاهرة أو ينهبه من صاحبه، هذا ليس سرقة، إنما هو اغتصاب، يسمى بالاغتصاب، هذا يؤدب ويسترجع المال منه إلى صاحبه. نعم. أما لو أخذه من جيبه أو شق مخباته وأخذه، هذا حرز يقطع به. وغالب ان الشالين يعملون كذا، يجون بالمطاف ولا بالمسعى ولا بازدحامات الناس ويشقون جيوبهم او يسقون ما معهم من الحقائب، وهم خفيه وبطريقه خبيثه ماكره يسحبون اللي فيها، هذا لا شك انه تقطع يده، يعني هذه سرقه واضحه. نعم. البيت. ما أخرجه، جمعه ولا أخرجه. أما لو أخرجه قلنا أنه انتهك الحرز ويقطع، لكن جمعه يبي يروح به وانتبهوا به الناس ولا أخذ، هذا هو محل البحث. نعم. الشيخ، بالنسبة للقول العام يحدثون المصيبة، نحن تحت الله وبين يديه، ألا يكون من تأويل جمع يديه بالقضاء والقدر وهو لا يشعر؟ لا، ما فيه، هذا معناه التسليم للقضاء والقدر، معناه التسليم للقضاء والقدر، ما في شيء. نعم. بل هذا فيه إقرار بعلو الله، نحن تحت الله، هذا فيه إقرار بعلو الله، هذا سلبي. نعم.
الشيخ ما حكم قول يا وجه الله إذا أعجب من حمل النعم؟ ما يجوز أن يقال يا وجه الله، لا يجوز أن يقال يا الله، يستعاذ بالله ويدعى الله جل وعلا، ولا يستعاذ بالصفة، يعني تدعى الصفة يا وجه الله من باب الدعاء للصفة ما يجوز. أما الاستعاذة بالصفة لا بأس، يستعيذ بصفة الله عز وجل، أعوذ بعزتك، أعوذ بعظمة الله، الاستعاذة بصفات الله لا بأس، أعوذ بكلمات الله التامات، استعاذة بكلمات الله، استعاذة بصفات الله لا بأس، توحيد. إنما دعاء الصفة طلب منها شيء، هذا هو اللي ما يجوز. نعم، يطلب من الله جل وعلا، لأن الصفة ليست شيء زائد عن الموصوف، ليست شيء آخر. نعم. هل يعطي السائق ما يخفف عنه ألم القدر؟ لا، يعني يخدر علشان ما يحس المقصود أنه يذوق الألم جزاء بما كسب نكالا من الله، لازم يذوق الألم، تخدير ما يحس بالألم. ولا يجوز أنها تعاد يده، لأن بعض الناس يحاولون الآن أنها تعاد يده، تربط بطريقة طبية، هذا ما يجوز، المطلوب إهدار اليد هذه، إهدارها. نعم. وهل يمكن أن يقوم الطبيب بقطع اليد إذا تعدى أن يقوم بإثبات الحدث غيره؟ إذا وكل في هذا من قبل ولي الأمر لا بأس، إذا أمره ولي الأمر بالقطع. أو تحية من الغاية احتجاجا بقول الناس بقول الناس شركان في ثلاث، الماء والكلم والنار. لا، ما يجوز هذا، الماء المحرز والحطب المحرز هذا ملك لصاحبه، الناس شركاء في الحطب اللي بالأرض، تأخذ منه أنت ويأخذ منه فلان اللي بالأرض على منابته، الماء اللي في الغدير أو في البير تأخذ منه ويأخذ منه فلان وفلان، هذا الشركاء. أما واحد جامع الماء بوايته ولا في قربته تيجي تأخذها، ما يجوز هذا، يعني أصبح ملك له، أو حطب جمعه صار ملك له، حازة لا بد من إذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وإذا صار ما معك ما تيمم يا أخي، الحمد لله لم تجدوا ماء فتيمموا، ما تأخذ ما الناس يتوضأ، هذا مقصود يصير، ولا يطهرك، المقصود ما يطهرك. نعم. إذا كانت مجموعة نساء هذا ما في خلو، والمسافة قريبة، مجموعة نساء والمسافة قريبة لا ما في خلوة لا بأس، إنما الممنوع أن تركب امرأة وحدها مع سائق ليس محرما لها وحدها. أما إذا ركب جماعة من النساء والمسافة قريبة فهذا لا بأس به، نعم، يجب يفرق بين هذا وهذا. نعم. أم يكفي التلميذ؟ نعم. هل القذف هو التصريح بالتهمة أم يكفي التلميح مثل أنها؟ لابد من التصريح، ولا يكفي التلميح، لأن التلميح يمكن يفسره بغير الجريمة، له يفسره بما يحتمله اللفظ، لازم يكون اللفظ صريحا. نعم. ما حكم تلبية الكلب الكرامة إن كانت هناك ضرورة كالخوف من النصوص مثلا؟ رسول صلى الله عليه وسلم رخص في الكلب لثلاثة أمور: حراسة الماشية، وحراسة المزرعة، والصيد، ثلاثة أمور. تأخذ كلب لأجل الصيد لا بأس، تأخذ كلب لأجل حراسة المزرعة لا بأس، تأخذ كلب لأجل حراسة الماشية في البر لا بأس بذلك. نعم. هذا الشيء هل إذا شهد الرجل بحصول خلوة محرمة شرعا بين رجل وامرأة أن هذا يعتبر قلق؟ لا، هذه تهمة، ما هو قلق.
القذف يقول رأيته يفعل فيها الفاحشة ذكروا في فرجها كما سبق لكم. أما مجرد أنه يقول فلان خلى بفلانة أو وجد مع فلانة هذا تهمة، مجرد تهمة. نعم. وإن الشيخ شخص فتح حمالا والآخر سرق، هل يقام الحد عن السارق؟ على الاثنين، لأنهم تعاونين يقام الحد على الاثنين لأنهم تعاونين على السرقة. نعم. حكمه أنه مخطئ خطأً عظيماً، وقد يصل به الحد إلى الردة إذا علم أنه صحيح، إذا علم أن هذا الحديث صحيح ولكنه تركه لأجل هوى في نفسه أو لأجل مخالفته لعقله كما يقول بعضهم، يخشى عليه من الردة لأنه يصير مكذباً للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى، فمن كذبه كان كافرا. لكن التقليد، لأن أكثرهم يقلدون بعضهم بعض وأخذين أن هذا في عقائدهم وظنين أنه صحيح، يدرى عنهم التكفير، لكن يضللون، قال هذا ضلال، هذا ضلال ولا يجوز. لوجود التأويل عندهم ولوجود التقليد الأعمى فيما بينهم. نعم. لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، حسنة بعشر أمثالها، والثلاثة تصام أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، لكن يقولون كون هذه أيام البيض أحسن، وسط الشهر أحسن. نعم. ما هو مقدار قول العلماء هذا مما يعلم في الدين بالضرورة؟ نعم. مقدار قول مقدار، أو ما معنى قول معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أنه ليس فيه خلاف، معلوم من الدين بالضرورة يعني ليس فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. يعني. نعم. الأمور التي أجمع عليها المسلمون من الحد السرقة، حد الزنا، تحريم الخمر، هذا يعلم من الدين بالضرورة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب صوم رمضان، هذه كلها معلوم من الدين بالضرورة، من أنكرها كفر، لأن ما فيها مجال للاختلاف، مجمع أجمعت عليها الأمة. نعم. نعم، يقولون لم ترد لفظة وتعاليت، يقتصر على تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقتصر عليه ولا يقول وتعاليت لأن هذا لم يرد. نعم. فضلت الشيخ، يقول أحد المؤلفين في كتاب الله إن الحد الأدنى باعتبار الإسلام هو الإتيان بكلمة التوحيد مع العمل القلبي الذي هو الرسم بين المؤمن والمنافق، وأن من معه كلمة التوحيد ولم يخش شيئا من نواقضها فهو من أهل الشفاعة وداخل في عموم المشيئة، فهل يعتبر مثل هذا القول نوع جديد من الإرجاء، أم أن أهل السنة لا يشترطون إلا الأعمال القلبية مع نطق الشهادة وهل يمكن اشتراط الأمة؟ هذا هو الإرجاء، هذا الكلام هو الإرجاء وله بجديد، هذا سارقه الكاتب، سارقه من كلام المرجئة، ما هو بجديد. يقولون يكفي أن الإنسان يعترف بالشهادتين ولو ترك الأعمال كلها فهو في الجنة ما دام يعترف بالشهادتين ولم يكذب بهما، هذا قول الجهمية كما سبق لك في درس سابق، وهذا كلام باطل نسأل الله العافية. نعم. لم يكن السيارة وإنها لا فما هو حرز السيارة؟ حرز السيارة يا أخي كررنا قلنا لابد تكون داخل بناء، داخل حوش، داخل معرض، داخل حجرة مغلقة، أما وجودها مقفلة في الشارع ولا عندها حارس هذا ما هو حرز، لكن لو كان عندها حارس يكون هذا حرز، لو جاء واحد وكسرها والحارس موجود يكون هذا حرز تقطع يده. نعم. السارق الذي قد سرق المرة الثانية
تقطع من معقد الشراك، من معقد الشراك، لأن الرجل تتكون من شيئين، من القدم والعقب، وبينهما المفصل اللي يسمى عرش الرجل، يقطع من هذا المكان، يفصل القدم ويبقى له العقب يمشي عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.